تخليداً لشهداء مجزرة صبرا وشتيلة في الذكرى الأربعين، أحيت الجالية الفلسطينية في مركز موزاييك الثقافي أمسية ثقافية فنية بمقر المركز وسط العاصمة برلين. إن نحيي هذه الذكرى لتبقى دائماً في عقول وفي ضمير ووجدان الشعب الفلسطيني، وليشاهد العالم أجمع من العاصمة الأوروبية برلين ماذا حل ويحل لغاية الآن بالشعب الفلسطيني. أبناء الجالية الفلسطينية والعربية ومتضامنون حضروا الأمسية التي افتتحت بالسلام الوطني الفلسطيني وبفيلم يوثق محطات وقصصا من ذاكرة المجزرة الضلماء. جينا نذكر العالم أنه بعد 40 سنة ما زلنا إحنا لهالوقت هاد محافظين، لازلنا متذكرين تماما، ولازالت الصورة إلى الآن راسخة في ذهننا كأنها صارت مبارح. الأمسية كذلك تخللتها فقرات فنية وشعرية وكلمات تستنكر واحدة من أفظع المجازر بحق أبناء شعبنا، والتي ستبقى ذكراها المؤلمة حية في وعيه وفي تاريخ القضية الفلسطينية. من المهم ومن الضروري أن نلقي الضوء على مثل هذه المناسبات ليعرف أبناؤنا وأجيالنا بتاريخهم، وليأخذوا العبر ويواصلوا المسيرة ويحملوا الأمانة نحو القدس. 40 عاما مرت على مجزرة صبرا وشتيلة، حيث الجرح الذي لن يندمل والصدع الذي يتغلغل في زوايا المخيم والذكرى الأليمة التي لا يزال يعيشها الناجون منها. من العاصمة الألمانية برلين، ساندرا المصري، تلفزيون فلسطين.